درت لكم فيديوهات على انني عندي اصلاحات في البيت ديالي. داكشي علاش تعذر عليا صراحة ندير لكم وصفات في هاد رمضان. مي مع الوقت راكم عارفين اللي عنده الاصلاح كاين الروينة، كاين الخاطر ما كيكونش النفسية مرتاحة باش انك تقدم شي وصفة ولا شي حاجة. يعني الحمد لله داكشي كي يلزمو تحط الاواني ويكون تكون الاضاءة في المكان اللي بغينا نديرو فيه الوصفة. داكشي علاش بما ان الكوزينة باقا ما صلحت شوي كيجيني داك انه صراحة ما كان نقدرش نقدم الوصفات بدون هاد المسائل اللي ضرورية، وهي الإضاءة وسميتو الأواني اللي فاش كنطبخ ديما. لأن كتعرفوا نهار كتكون الروينة ديال الإصلاح راه كلشي المواعين مجموعين، كنخلو فقط شي حاجة اللي غنقضوا بها باش إن شاء الله نطلعوا لدارنا. هذا اللي كاين. المهم صراحة توحش التواصل معكم، داكشي علاش قلت نوضح لكم سبب غيابي حقيقة بزاف في هاد رمضان. ولكن ان شاء الله انا قلت بما انني طولت بزاف ما حطيتش فيديوهات، نرجع تاني شوي باش ما نخسرش المتابعين ديال قناة شهيوات مهبة. صراحة اللي دعموني من بداياتي وكنشكرهم بزاف، لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، كنشكرهم بزاف على الدعم والتواصل ديالهم دائما معايا. وكنعتذر لكم في هاد رمضان، ورمضان مبارك عليكم جميعا. هذا اللي كنتمنى لكم ان شاء الله. داكشي علاش قلت ندير واحد الفيديو نبين لكم في لحقت في الاصلاحات، واخا الاصلاحات راكم عارفين ضروري كتشد الوقت صراحة باش دير شي حاجة شوي مزيانة، وهادشي كتشد الوقت شوي. ولكن الاهم هو انني ان شاء الله ما نغبرش عليكم بزاف بزاف حتى نكمل ان شاء الله هاد الاصلاحات، وديك الساعة نتواصل معكم ديما في قناة شهيوات أم هبة. المهم هذا الفيديو درته خصيصا باش ان شاء الله نقدم لكم من بعده في فيديوهات جايين شي وصفات تحت طلب بعض الأخوات، وصفات يكونوا سهلين ان شاء الله في تحضير المائدة المغربية. هذا اللي كاين. المهم اليوم درت لكم هاد الجولة في الكوزينة، من بعد غنديكم الجولة معايا في مرجل اللي مشيت درت فيه شوية باش نتقدى اللوازم اللي غيخصني باش نقدم بعض الوصفات. يلا هو معايا. مرحبا من جديد. كما كتشوفوا مشينا المرجان، ما شاء الله كل شيء، الاواني اللي بغيتوها كتلقاوها فيه، اتمنى مناسبة صراحة، لان في هاد الوقت ديال المناسبات كيف رمضان كيف الاعياد كيكونوا بروموسيونات زوينين صراحة عندهم. مهم كل شيء متوفر ما شاء الله، كما كتشاهدوا كل شيء متوفر. هذا اللي كان كاين الجديد، كاين مسائل اللي صراحة كاليتي عندهم. كتمشي المرجان باش تجيب شي حاجة كتحير عينك، وبالخصوص في الأواني صراحة، بالخصوص في الأواني. النساء معروفين بأنهم إلا دخلوا شي محل خاصهم يقلبوا يشوفوا الجديد، يعرفوا الأثمنة وبالخصوص الأثمنة المناسبة. المهم نخليكم معايا في هذه الجولة اللي صراحة جيت على أساس، أنا ما جيتش على أساس الأواني لأن دابا باقي ما دخلت الكوزينتي، جيت فقط على أساس أنني نتقدى باش غنقدم شي وصفات، وقلت علاش لا نمشي نضرب واحد الدورة نشوف شنو الجديد اللي جاب مرجان.
في الأواني، وفي إن شاء الله. المهم كما كتعرفوا ضروري نعرفوا شوية شنو الجديد، هذا هو أهم حاجة. تابعوا معايا حتى لآخر الحلقة إن شاء الله. المهم كنشكركم للدعم ديالكم المتواصل، وكنتمنى إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وتخليوا لنا شي لايك وشي تعليق في المحتوى محفز كما عودتونا. وكنتمنى الناس اللي كيشوفوا قناة شهوات أم هبة لأول مرة، كنتمنى إن شاء الله دعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس، ضروري، لأنه بلا تفعيل الجرس ما كتقدش القناة تزيد لقدام، باش يبقى يلحقكم الجديد إن شاء الله في القناة ديالنا. وشكرا للدعم ديال الجميع.